السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم في قناة خليل جيمينج أند تك. قلت أسوي مقارنة خفيفة بين الآيفون 10 اللي هو الأكس آيفون 10. لا تقولون أكس ترى في الكومنت، قولوا آيفون 10 معنا عنوان الفيديو بكتب أكس. والنوت 9، نوت 9 طبعا جديد تو نزل. أول شيء حدثت اللعبتين، بنت سكرت أغلقت المصطلح اللي تبونه، جميع التطبيقات عن التلفونين تماما، ومخليت بس اللي يشتغل على التلفونين هو الفورتنايت بس. سويت التجربة 6 إلى 8 مرات، ما أذكر بالضبط كم مرة سويتها، لكن كان الصراحة الآيفون 10 يفوز في كل مرة ويفتح فورتنايت قبل النوت 9. مع أن دعاية النوت 9 توقعت أنه بيكون بيغلب الآيفون أكس بمراحل. ليش؟ لأن الآيفون أكس صار لي استعمله سنة والنوت 9 جديد. أنا عندي الآيفون أكس من سنة وألعب عليه ألعاب وأسوي، هذا معناه مفروض كمعالج كتقنية جديدة في الموجودة في النوت 9 يغلب الآيفون أكس والآيفون 10. شوف كيف حتى أنا تعبت على الآيفون أكس من كثر ما أقرأ المواضيع في الآيفون أكس. آيفون أكس غلب النوت 9 في كل الأحوال، لكن هذا لا يظل يعني أن النوت 9 ترى جبار وسريع وقوي، هذا مش معناه أن النوت 9 غير قوي، لكن أتصور أن هاي مقارنة بين أفضل تلفونين موجودين في السوق حاليا. طبعا ما بطول وايد عشان أخلي الفيديو شوية سريع، بحاول ما يكون مدة الفيديو طويلة إن شاء الله. طبعا في كل مرة فاز الآيفون بشكل جبار، هنا حاول تسوي لوجن لأن نفس الأكاونت، فشوي لوجن لوج أوت يبال الوضع تكتك والترتيب. المهم بعد ما سويت إعادة ترتيب للمواضيع وسويت لوجن برجع لكم مرة ثانية في تجربة اللعبة كتجربة. هذا كان بخصوص تحميل أو سرعة تحميل التطبيق في اللعبة. بديت أول شيء في الآيفون 10، قلت بجرب اللعبة بشوف كيف اللعب فيه وكيف الأمور، مش كأني ما أعرف صار لي استعمله سنة، بس قلت بستعملهم ورا بعض نشوف الفرق بين الاثنين في قوة اللعب. بما أننا بنحط التلفونين عند بعض فيستوي، إذا حطينا الاثنين مع بعض هيل بتحسون بالفرق إن تلعبونهم ورا بعض. من أتصور الاثنين فعليا ما كان فيهم فرق كبير في النعومة اللعبة وكيف انها تمشي اللعبة، كان هذا كله شيء فظيع. الحركة سهلة، بس الغلط الوحيد اللي سويته هنا في فورتنايت خليت كليك تو شوت في الايفون. هاي الكليك تو شوت كانت غلطة، مفروض تسوون تاب تو شوت، مش مفروض انتو تسوون يعني، بس انا اشوف اريح الواحد يدق اي مكان ويخليه تاب تو شوت. صراحة اللعبة تحمل بشكل جميل، الجرافكس ولا اروع، الالوان الصراحه اشوفها تمد بالالوان الاحترافيه اكثر السامسونج، بس تشوفون بعد شوي ان تجربته شويه غير. لو تحطونهم عند بعض ولا تشوفون الاثنين ورا بعض بتحسون ان السامسونج مشبع بالالوان وايد اكثر من الايفون، بس الايفون يميل الى الالوان الاحترافيه مثل ما تقولون. دائما في تطبيق الشاشات يمكن تقولون الشاشة نفسها جاية من شركة سامسونج، صحيح، لكن أنت كشخص تصنع شيء تطبق إعداداتك وتطبق مفاهيمك للشيء بغض النظر أنت مو مشتري مصدر الشاشة. شوفوا هنا أنا ضيعت شوي لأن اللي هو الكليك ما سويته، بس اللعبة جدا ناعمة يعني وما تحسون، جدا قوية جدا قوية، وضوح عالي. تشوفون أهم شيء بالنسبة للي يلعبون فورتنايت، تشوفون مسافة بعيدة صراحة يعني كوضوح شاشة، كقوة إضاءة، كقوة لعب. يمكن حتى التصوير هذا نفسه حاول تصوره في أفضل طريقة ممكنة، بس يمكن التصوير حتى ما يعطي حقه للتلفون. التلفون جدا أحلى إذا تشوفونه بالتصوير، الصراحة بيكون شيء جدا أحلى. يبغالكم تشوف التلفون في الواقع، هذا بيكون تجربة ثانية تماما بالنسبة لكم. حاولت تمشيت أشوت شوتينج عربي انجليزي سويت الحين، الخريطة شوفوا كيف شكلها تاخذ مساحة من التلفون. بخصوص اطلاق النار الحين بنوصل له، شوفون اطلق النار هنا، شوفوا كيف الطلقات واضحة، هذا معناه الـ FPS ولا الفريم ريت ولا
قيمة الإنعاشية للشاشة عالية جدا وشغالة وفعالة بشكل جميل، بحيث انك تقدر تشوف وايد تفاصيل. شوف الادخنة اللي تمشي وانا امشي وراه، التفاصيل جدا عالية. هذا على فكرة اللي يسوي الفرق بين التلفون وتلفون فعليا، كمية التفاصيل اللي تقدرون تشوفونها وانتو تلعبون. بعد شوية حب ننتقل للنوت 9، بنشوف النوت 9 كيف يؤدي مقارنة بالايفون. عندنا هني غيرت التلفون من النوت، من الايفون 10 للنوت 9. مثل ما تشوفون على طول، يمكن اول فرق تلاحظونه اللعبة مشبعة بالالوان، الالوان جدا غنية. على فكرة كل شيء له مثل ما تقولون، كل شيء له ميزته، يعني طريقة اشباع الالوان وايد جميلة في السامسونج، وتقدرون تشوفون وضوح ولا الفرق. بس كان هني اللعبة في الليل، ويمكن كان مفرق شوية عيد اللعبة وقت توقيت اللعبة شوية فرق. كانت وضعيات اللعبة غير لا ظني ما فيه حاصل. انتم كلا اللي بيطالع الفيديو هو يلعب فورتنايت، هو اكثر واحد بيلاحظ بالفرق بين الاثنين. فانت اللي اكتب لي في الكومنت تحت شو اكثر فرق لاحظته بين الايفون 10 وبين النوت 9، نبي نعرف الفروقات وشو التجارب اللي انا تخطيتها ممكن انتو تشوفونها في اللعبة هاي. انا باجي افتح طريقة اشباع الالوان في اللعبة، يسويها شيء فظيع طبعا، شيء على لعبة نفس فورتلايت انا اشوفه صراحة شيء لايق على جميل. بس في ناس تقول لك لا انا ما احب الاشباع الزايد للالوان، لكن كقوة التلفون كتجاوب الصراحة فظيع. لو ان الايفون يكون اسرع في التحميل، لكن بعد ما تحمل اللعبة تراك اللعبة موجودة، سواء حملتها في 5 دقائق، في 5 ثواني، في ساعة، بعد ما تحملها اللعبة بالكامل موجودة. ها نظام اللعبة، تحمل لك الخريطة كامل بعدين تلعبها. كأطلاق نار كغيره كتجارب الصراحة جدا مشابهة، لكن حجم الشاشة حتى ممكن تشوفون وضعية الأصابع، شوف تحسون الشاشة عودة، شوف اطلاق النار جدا واضح جدا جميل. بصراحة حجم الشاشة يسوي دور كبير. أنا بشوف الآيفون 10 ماكس اللي هو البلس الجديد، الحجم الشاشة الكبيرة كيف بيكون؟ بيكون شيء فظيع، بيكون جدا فظيع. عندهم الـ A12 بايونيك الشيب الجديد يمدحونه وايد، هم 8 كور على أساس إنه راح يسوي الفرق الخرافي لنا في اللعب وفي التطبيقات وغيره. باختصار هذا كان الفرق بين الاثنين. الحين بخليكم مع باقي الفيديو 50 ثانية يمكن. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، أتمنى تكون شير ولايك وسبسكرايب تحت على القناة. وإذا عجبكم محتوى عن التلفونات خبروني شو الألعاب اللي تحبونها، وإذا تبون تشوفون منتجات هاي وأسعارها بتشوفونها في الروابط تحت عن طريق يمكن أسوي لكم لينك أمازون أو سوق.com تشوفون في منطقتكم كم سعرها. ومشكورين على متابعة الفيديو، وأتمنى يكون نال إعجابكم. لا تنسون تخشعون اللايك بوتن، أباكم كثر ما تدقون لايك الفصاد ينكسر في يوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.